بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض المشي في برنامج الأرشكات. المشي ده مش جبنة ومش والأكل، لأ، هنا المقصود بيه شكل مجسم، بستخدمه غالبا لما أكون هعمل مثلا سايت بتاع موقع، فبستخدم موضوع المشي دوت. هنشوفه مع بعض دلوقتي. أختار من ديزاين وأبدأ أشوف، أنا أحطه على أني لاير. تمام، ممكن تكون انت عايز هترسم سايت فتقول له انا عايز سايت لاندسكيب، يعني هحط لك على اللاير بتاعت السايت لاندسكيب. تمام، طيب ندخل في الخصائص بتاعته. بيقول لي الارتفاع بتاعه هيبقى كام، ارتفاعه عن سطح الارض هيبقى شكله عامل ازاي، هل انت عايز بس سطح مجرد بس من غير ارتفاع، ولا عايزه يكون ارتفاع مجسم بالشكل دوت. يعني انا هرسم لي بس اللير اللي فوق وخلاص، على كده هقول له اوكي هبدأ ارسم. تمام، بلاقي ان انا عندي كذا اختيار. ممكن اختار ده اللي هو جيومتري، ده هرسم شكل بالشكل دوت، واول ما الشكل يكمل خلاص يبقى كده المشي بتاعي اترسم بالشكل دوت. طيب ايه الفرق بينه وبين السلاب؟ الفرق بسيط جدا، هو ان انا ممكن ادي ارتفاع لاي نقطه فيهم. يعني ممكن اعمل سيلكت كده النقطه دي مثلا، هاجي اعمل كده هيقول لي انت عايز تخليها ارتفاع كام. هي دلوقتي الهاي بتاعها زيرو، اقول له لا خلي لي النقطه دي بس خليها لي 120، فيبدا حتى تحس ان في ميل. اجي هنا اقول له الزد دوت، يعني اجي ادوس على الزد دوت واقول له خلي لي الزد ده مثلا ايه 250. اوكي، وممكن نقول له ابلاي تو اول، هيعمل كل النقط اللي في الشكل. لو انا عايز كل النقط مثلا كلها تزيد مره واحده هقول له ايه ابلاي تو اول. تمام، طيب تعال نشوف الشكل دوت في 3D او في الشكل دوت. ممكن اجي برضو هنا اعلم على النقطه مثلا النقطه ديت واقول له زد وابدا اطلع زي ما انا عايز. تمام، طيب لو انا عايز اضيف نقط جوه، يعني انا عندي بيبقى خطوط الكونتور بيبقى في خطوط جوه، فهقول له انا عايز ارسم بولي لاين بالشكل دوت. تمام، طيب عايز اضيف الشكل دوت للمش، هعلم على المش واختار اداة المش، وهاجي هنا الاداة ديت احنا اتعرفنا عليها قبل كده اللي هي الماجيك ويند. تمام، وهقرب لحد ما تحس ان الدايرة اللي جوه في الأداة بقت بيضة مش سودة. خلاص هو كده دخل معايا. فدلوقتي بيسألني سؤال، اد نيو بوينت ولا كرييت هول؟ هل انت عايز تزود النقط ديت في الشكل ولا عايز تعمل فجوة؟ تمام، فلو هقول له اد نيو بوينت، اوكي النقط ديت موجودة واقدر اعمل سيلكت على اي نقطة فيهم واديها الزد بتاعها. تمام، ده 2043 لأن في نقطة فيهم احنا المرة اللي فاتت زودناها جامد. أقول له خلي النقطة دي 3500. تمام، أوكي. تعال نشوفها في 3D. تمام، إيه النقطة دي هي اللي زادت. تمام، طيب خلينا نختار نقطة مثلا زي ديت، اقول له علي لي الزد، اعلي الزد زي ما انا عايز بالشكل دوت. تمام، انت بتظبط خطوط الكونتور زي ما هي عندك. طيب لو انا عايز اعمل فجوه، اجي هنا اعمل سيلكت للمش بتاعتي واقول له اداه المش. تمام، نرسم ارك، اعلم على الشكل بتاعي اقول له مش، واروح دايس هنا ماجيك ويند واروح مختار الدايره بتاعتي واقول له كريت هول. اوكي، تعال شوف في 3D بالشكل دوت. فهي أداة سهلة وسريعة عشان تعمل شكل غير منتظم وتبدأ تتحكم فيه، وهنشوف مع بعض أشكال غير منتظمة في الدروس القادمة إن شاء الله.